يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور حمد المطيري حياك الله معنا. الله يحييك طول عمرك. الله يسلمك. دكتور حضرتك اختصاصي في العلاج الطبيعي والابر الجافه. نعم صحيح. راح نتكلم عن هذه الابر الجافه دكتور كونها نادره نوعا ما، لكن دكتور اليوم بسالك عن مسمى اعتقد بالنسبه حق الكثير من الناس له مسمى عامي اللي هو عرج النساء. صحيح. كلمني عن عرج النساء وشنو مسماه الطبي العلمي. هو شوف عرج النساء السبب ماله، سبب المشكله نفسها في عضله اسمها البيريفورمس. البيريفورمس هذه ماسكه من العصص من العزيزو الى مفصل الورج. حلو. وجايه بالعرض كذي، يعني لما يكون الشخص واقف قدامك تشوف هذه عضله الردف تكون هي جايه بالعرض كذي. لما يصير فيها شد قوي تضغط على عصب اسمه السياتيك نيرف. السياتيك نيرف يعطيك كهرباء ويعطيك الم ينزل لتحت. نعم. فدائما الاسم العلمي للحاله هذه يكون البيريفورمس سيندروم او يسمونها السياتيكا. السياتيكا نسبه الى السياتيك نيرف. الغالب يكون في تداخل بين اعراض عرج النساء واعراض الديسك. نعم. فعشان كذي اغلب الناس مرات يكون عنده ديسك ما يكون عنده عرج نساء، بس يقول لك انا عندي عرج نساء. لان الاعراض تتشابه بشكل كبير. نعم. منو اللي يفرق بين اعراض عرج النساء وبين اعراض مشاكل العمود الفقري او الديسك اسفل الظهر؟ الشخص المتخصص. صحيح. عامه الناس صعب يفرقون بين الشغلتين هذولي، بس سبب اعراض عرج النساء اللي هو الالتصاقات العضليه او التشنجات العضليه اللي تصير في عضله البيريفورمس. دكتور انا ما راح اخليك تطلع بهالطريقه، لازم نعلم هذا المشاهدين هل في شيء ممكن انا بسيط من خلال ملاحظتي اعرف ان هذا عرج نساء او ديسك؟ اي يعني صح. اذا كان الالم من نص الظهر وتحت هذا غالبا ديسك. ممتاز. لكن اذا كان الالم من الورج ونازل هذا غالب، مو شرط انه يكون عرج نساء، بس غالبا عرج نساء. ممتاز. يعني هذا السر المفروض الناس هذا السر اللي يعني هذه الملاحظه. نعم. اللي احنا نلاحظها عشان نفرق بين الديسك وبين عرج النساء، بس غالبا الفيصل الرنين المغناطيسي يبين اذا في خلل في العمود الفقري ولا لا. نعم. دكتور بالنسبه حق قلت لي الديسك، الديسك شنو يكون بالضبط؟ ايضا عضلات شاده ولا مثلا مشكلات في العمود الفقري؟ الديسك اسبابه كثيره، بس اذا كان سبب الرئيسي مثلا نمط الحياه او طبيعه العمل يكون العضلات شدت، مثل حبال الخيمه لما تشد تخلي الفقرات تضغط على بعض، فالغضروف اللي بين الفقرات هو اللي يطلع ويضغط على العصب. لكن في بعض الحالات يكون سبب حادث يعني. صحيح. وفي بعض الحالات يكون بسبب طيحه، بعض الحالات يكون بسبب طقه. اغلبهم هل اللايف ستايل هو المشكله؟ اللايف ستايل وطبيعه العمل يعني 90%. مثل دكتور القعدات الغلط ولا ممكن الاعمال المكتبيه. ايه. اخواننا المدرسين والمدرسات الوقفه الزايده. نعم. الاخوان اللي يشتغلون في الميادين. الميادين الخارجيه. نعم. سواء العسكريين او او او. نعم. غيرهم غالبا طبيعه العمل لها علاقه بالاصابه. نعم. يعني في اغلب الاحيان ان صح التعبير. نعم. دكتور متى يستدعي اني انا اسوي عمليه جراحيه حق الديسك؟ حالتين. الحالة الأولى لما يعني طبعا هذا تخصص الجراحة، لكن أنا من واقع احتكاكي بالحالات، الحالة الأولى لما يكون في عدم تحكم تكرم في البول والخروج. نعم. هني خلاص هذا خط أحمر أن الشخص لازم يروح يراجع جراحة خلاص مخ وعصاب. نعم. الحالة الثانية لما يكون وصل الضمور إلى درجة أن الشخص مو قادر، يعني قاعد يشوف أن العضلات يحوشها ضمور. لأن التغذية العصبية ما قاعد توصل. أيوه. بشكل سليم. صحيح. هني خلاص هذا إنديكيشن أنه لازم يسوي عملية. لكن في أغلب الحالات إذا الألم محتمل أنا ما أنصح بالعملية. أنا كتخصصي علاج طبيعي. نعم. أشوف أن العلاج الطبيعي ممكن يخليك تتعايش مع الحالة. نعم. دكتور الكثير من الأسئلة إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتور حمد المطيري. أعزائي المشاهدين عندنا من بعد الفاصل دكتور حمد، تكلمنا عن عرج النساء وأيضا الديسك، راح نتكلم عن طرق العلاج. دكتور أول ما يجيك واحد مصاب في هذه الأمور شلون طرق العلاج راح تسوونها؟
لازم نفرق بين علاج عرج النسا وعلاج العمود الفقري. يختلف. اي يختلف. نعم. لان البروتوكول حتى البروتوكول العلمي العالمي المعترف فيه يختلف. نبلش بعرج النسا دكتور. عرج النسا، عرج النسا غالبا من وجهه نظري الخاصه ومن خبرتي مع الحالات هذه، افضل تقنيه علاجيه لعلاج حالات عرج النسا الابر الجافه. الابر الجافه هي نفس الابر الصينيه لكن ولا فيها دواء ولا شيء، لكنها تتعامل مع العضلات بتقنيه معينه تختلف عن الطب الصيني. التكنيك هذا يختلف بحيث انه يزيل الالتصاقات العضليه، يخفف من التشنجات اللي صايره بالعضله، فيزيد من نشاط الدوره الدمويه داخل العضله، فيرفع نسبه الاكسجين. بالتالي لما نرفع نسبة الأكسجين داخل العضلة نرفع الكفاءة العضلية. لما نرفع الكفاءة العضلية راح يخف التشنج، راح العضلة راح تكون قادرة أنها تسوي النشاط اليومي اللي أنت بحاجته من غير ما تتشنج. لأن كل ما ارتفعت نسبة الأكسجين أو مخزون الأكسجين داخل العضلة، كل ما ارتفعت الكفاءة العضلية وحست العضلة أنها فيها ثقة زيادة، فتسوي المجهود وبكل أريحية. فإحنا اليوم لما نخفف من التشنج اللي صاير بالبريفورمس سيندروم أو بريفورمس مصل، نخفف من الضغط اللي صاير على السياتيك نيرف. احنا قلنا ان العضله لما تتشنج تضغط على العصب. صحيح. نخفف من الضغط اللي على العصب فتختفي الاعراض. ممتاز. بالنسبه حق الديسك او مشاكل العمود الفقري دكتور، مشاكل العمود الفقري بالبدايه نخفف من الشد العضلي، بعدين ندش على بروتوكول اللي هو اجهزه شد الفقرات. اجهزه شد الفقرات هي تخفف من الضغط اللي صاير بين الضغط اللي صاير على الديسك نفسه. نعم. طبعا الأجهزة تختلف وكل جهاز وجودته، يعني اليوم احنا لو بنتكلم على الأجهزة ما راح نخلص. صحيح. لكن المبدأ العام هو جهاز أجهزة تخفيف الضغط على العمود الفقري عشان نحاول نخلي الديسك يرجع مكانه. هذا يعني الأجهزة هذه جابت نتيجة جدا ممتازة مع حالات العمود الفقري، وفي بعض الحالات كان مقرر لهم عمليات جراحية والحمد لله ما وصلوا للعملية الجراحية. دكتور نشوف في بعض الناس ما هم مختصين ولا هم دكاترة، ممكن يستخدمون يخلون المريض في وضع الرقود ويشدونه بشكل يدوي. يشدون يدوي او حتى شفت انا جهازه في سلسله مثل الجيك. نعم صح. ويشده دكتور، شنو رايك بهالشيء؟ انا ضد الامور هذه يعني جمله وتفصيله لسببين. اول شيء ما في امان، ما في سيفتي. يعني الاجهزه اللي كنت اتكلم عنها في عده عوامل امان. نعم. يعني من ضمن عوامل الامان انه يكون في مثل الكره او 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 يعني دقمة موجودة قريبة عند المريض، متى ما حس انه منزعج يضغطها. نعم. يوقف الجهاز على طول. اغلب الاجهزة اللي احنا نعتمد عليها تكون مصنعة بشكل كانها ريبوت، كانها انسان آلي. من يقعد عليها المريض او من قبل لا نبلش الجلسة وياه، قوة السحب على طول الجهاز هو اللي يحدد قوة السحب. انت تقدر تزيد لكن مبدئيا يعطيك القوة اللي انت المفروض تبلش فيها. فهذه الامان بالاجهزه هذه حيل عالي، وهذا اللي يخلي اسعارها مرتفعه شوي. لكن لما تتكلم على الشغل الطب الشعبي او الامور اللي يسحبونه بشكل يدوي ولا عن طريق جيك، هذه شنو الامان اللي فيها؟ ممكن علق الجيك فراح يسحب 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 ما راح يوقف. صحيح. فنسبه الامان او معدل الامان في هذه الحالات صفر، لكن معدل الامان في الاجهزه الحديثه 1,000,000%، يعني نسبة عالية جدا. لكن دكتور انتوا تستخدمون نفس الجهاز تقريبا لكن بنسبة امان عالية. اي لازم. انا يهمني باي جهاز معايير الامان، لان معايير الامان هي اللي ترفع سعر الجهاز وهي اللي تنزل سعر الجهاز. ممتاز. دكتور اقدم لك كل الشكر على كل هالمعلومات هذه القيمة، وان شاء الله الناس توصل لهم هذه الرسائل التوعوية انه يبتعدون عن مثلا الطب الشعبي، لان درجة الامان فيه جدا قليلة، وممكن لا سمح الله انت تروح تبي تعالج نفسك من مشكلات معينة تدش في مشاكل ثانية. نعم. فتروح حق الدكتور المختص اللي يستخدم أجهزة حديثة وفيها درجات أمان عالية، علشان إن شاء الله يدوم عليك الصحة والعافية. نعم. دكتور حمد أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. شكرا لكم. حياك. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.